اعتذر عن انقطاع البث. نحن الان في منطقه طنجة بالوالديه، وحملت اغلاق المحلات التجاريه من طرف القوات المساعده واعوان السلطه. فكما كنلاحظوا ان الوالديه هي منطقه سياحيه، وبالضبط هذا العام شهدت يعني سياحه داخليه. اغلبيه السياح هم سياح اسفيين من منطقه اسفي. يواكب حملة الإغلاق حملة ارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للمصطافين المتواجدين هنا بمنطقة الوالدية. في هذه الأثناء عناصر السلطة تقوم بإغلاق. واو، وكنلاحظوا مفرقعات من طرف أحد المشاغبين هنا اللي كيهاجموا السلطة بالمفرقعات. المواطنين صافطين على الوضعية، ما مستحملينش هاد الوضع اللي كتمر به البلاد بحكم أن جائحة كورونا هي في تفاقم وفي تزايد مستمر. حيد من قدام الكاميرا اللي بغيتيش تصور. فكما كتشوفوا هناك حالة من الشغب. ورفض الانصياع الأوامر.
عناصر الدرك الملكي. على إثر هذا الأحداث المفرقعات ورمي الحجارة تمردا على القرارات. فكنشوفوا أعوان السلطة والقوات المساعدة كتبذل مجهود كبير باش تقوم بعملية إغلاق وضبط الساكنة. مشاهدينا الكرام، كنتم مباشرة معنا من منطقة الوليدية. كانت معكم وفاء زعفان وحنان صفوان. إلى اللقاء.